يعني ما في نطلع الترس اليوم هيك الريحة شوي؟ ولا أنا كتير مشتاق بصراحة أكثر. أنا خرمان عليك. يا ريت، بس والله تعبانة كتير من رحلة المغرب، بدي أقل شي يومين ثلاثة نوم لحتى صحصح. بس أنا مشتاق، مشتاق. طيب فكر. صحيح، كيف المدام؟ ولا بس تكون الأمور بينكم تمام ما بتوب بتجيب سيرتها؟ الله يكون بعونها، دائما بتضلها مريضة. تعرفي السكري ما حاليا طالع في حده الطبيعي، وأنا فعلا خايف عليها. كأنك مشغول فيها أكثر من مشغول فيني؟ لا، المقارنة مرفوضة. هي مرتي، بس أنتِ، وأنتِ حبيبة قلبي وعمري وكل أيام اللي جاية. هشام، أنت شو عامل؟ كأنك صابغ شعرك؟ يعني هيك على الخفيف، تغيير لوك، ما حلو؟ لا 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 لا، رجعوا أبيض، الأبيض أحلى، الشعر الأبيض هيك فيه هيبة ووقار. تعرف؟ كان شعرك الأبيض يسكرني ببابا، كان شعره هيك أبيض. شو؟ ليه سكتتي؟ كملي. هشام، أنت بتحب بنتك؟ شو اللي جاب سيرتها هلا؟ سألتك جاوبني، أنت بتحب بنتك؟ أكيد طبعا، بنتي هاي بحبها. وأنا؟ أنتي؟ لا لا ما في شيء، بس أنا تعبانة كتير، بليز وصلني على البيت.